رغم تحول مسار الأحداث في أوكرانيا لصالح المعارضة، بيد أن أنصارها الذين اعتصموا في ساحة الاستقلال لثلاثة أشهر لا يزالون متمسكين بمواقعهم داخل الساحة. عدد من المتظاهرين أرجعوا قرارهم بعدم فض الاعتصام إلى المخاوف من رد فعل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وأنصاره في قادم الأيام. أعتقد أنه لا يجب إزالة الحواجز حتى نستبدل السلطة الحالية بشكل كامل. لا يجب إزالة الحواجز، فالوحش الجريح لا يمكن أن نتوقع ماذا يمكن أن يفعل. وصلت إلى هنا اليوم وكم أشعر بالفزع من فكرة أن السلطة التي صوتنا لصالحها سمحت بإراقة هذه الدماء. وفي انتظار الحسم السياسي، يتذكر المحتجون رفاقهم الذين قضوا في الاشتباكات بزيارة نصب تذكاري أقامه المتظاهرون لضحايا أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل نحو 80 شخصا في الأيام الماضية.